خلونا نبتدي مع بعض بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح، ومن بينها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقبل عبد الله اليحيى وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له. اللقاء تطرق إلى الحديث عن الأوضاع الإقليمية الراهنة. ايضا امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الترتيبات الجارية لاعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته ال 12 بالقاهرة، واللي هيقام في الفترة ما بين 4 الى 8 نوفمبر. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقبل عبد الله اليحيى وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له، وأعرب مدبولي عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والكويت على مختلف الأصعدة بما يمكن من تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين. وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء للحديث عن الأوضاع الإقليمية الراهنة بما في ذلك الحرب في قطاع غزة وما تسببت فيه من حالة عدم الاستقرار في الإقليم وما يحدث من اضطرابات في البحر الأحمر وتأثر إيرادات قناة السويس بهذه الأحداث والأوضاع في السودان. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بشأن متابعة مستجدات موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة وأيضا التعويضات المقررة للمستحقين من أهالي المنطقة. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لإعادة تسكين المرحلة الأولى داخل ولاية محافظة مطروح شمس الحكمة، ونوه محافظ مطروح إلى أنه تم اعتماد الاشتراطات البنائية المؤقتة لمنطقة شمس الحكمة وموافاة رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة بمخطط استعمالات الأراضي ومقترح المخطط التفصيلي لمنطقة شمس الحكمة. كمان امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته 12 بالقاهرة في الفترة من 4 ل 8 نوفمبر 2024. وفي مستهل الاجتماع أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بعقد المنتدى الحضري العالمي في دورته 12 المقرر أن تستضيفه القاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات والتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية لترتيب الفعاليات المصاحبة للمنتدى ومستوى الحضور. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع لاستعراض مخطط تطوير مستشفيات جامعة القاهرة القصر العيني. في مستهل الاجتماع قال مدبولي أنه يوجد مشروع طموح وكبير لتطوير مستشفيات جامعة عين شمس بيتم تنفيذه حالياً، وبالتوازي مع ذلك بيوجد مشروع آخر مهم لتطوير مستشفيات قصر العيني، مضيفاً يأتي هذا الاجتماع بهدف متابعة خطوات تطوير مستشفيات جامعة القاهرة القصر العيني. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف الخدمات الصحية اللي بتقدم من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية. وأكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع هو استعراض الموقف التنفيذي وأيضاً المالي للخدمات اللي بتقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتاً إلى أهمية المبادرات الصحية المتنوعة والخدمات الفعالة اللي بتوفرها خاصة للفئات الأولى بالرعاية. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات الدعم التمويني، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحة استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم. وشددت على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة ومعلنة بشكل رسمي، وشددت على أن امتلاك الإنترنت الأرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول لا يأتي ضمن محددات استبعاد غير المستحقين من البطاقات التموينية. وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بجوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً، وده بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وتناول اللقاء أوجه تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة. حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي.